في مستهل المؤتمر الرئاسي السنوي الرابع في القدس قام رئيس الدولة شمعون بيرس بتقديم جائزة تكريم للدبلوماسي الأمريكي هنري كيسنجر على مساهمته الفريدة للسلام في منطقة الشرق الأوسط، وعلى كونه رجل دولة مع الكثير من التبصر والإبداع والرؤية المستقبلية. يجدر بالذكر بأن كيسنجر شغل منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون. المؤتمر الرئاسي الذي يستضيفه بيرس سيستمر لمدة يومين، وسوف يستضيف الكثير من الشخصيات العالمية والإسرائيلية المهمة.